السلام عليكم خواتاتي خياتي، اليوم نقدم لكم عجينة سحرية. هي العجينة المورقة، ديروها في الدار وسهلة وديروا بها بزاف أمورات، مملحات ولا حاجة حلوة. نبدأ على بركة الله. وش فيها المقادير؟ عندنا هكا 500 غرام فرينة، وتجي مليحة وسهلة. عندنا ربع مغارف هكذا، ربع معلقة هكا كبار تاع الزيت، زوج، ثلاثة، ربعة، وعندنا زوج مغارف خل، واحدة، زوج، وعندنا قرصة ملح. هذا ما نخصه في العجينة. نخلطوا كاع هاد المقادير ونبلوها بالماء حتى نتحصلوا على عجينة. شوف خواتاتي، حلينا العجينة تاعنا، ومن بعد ناخذوا الزبدة تاع التوريق اللي تنباع في المحلات. هي فيها 500 غرام، حنا ناخذوا النص تاعها، هاهي فيها 250 غرام هكذا. ومن بعد ناخذوا الغاب تاعنا خواتاتي هكذا، كاين زوج مبشرات، كاين هذه تكفي فيها عيون كبيرة، وكاين صغيرة. ناخذوا هذه الصغيرة ونبرشوا كامل هذيك الزبدة تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا على سطح تاع العجينة. هذه العجينة راهي خلينا تاع الاخرى اللي شحال من خطره فيها تطويها وترديها في الجيدات ترتاح وتعاودي تخدميها. هذه اسهل طريقه، انا نقولها الطريقه السحريه. جينا مليحه او جاي ان شاء الله شهر رمضان نديروا شحال من وصفات بها، مملحات وحاجه حلوه. نبرشو كامل خواتاتي كما قلنا بهذه لاغاب، ومن هذه الجهه خواتاتي ما نبرشوش من هذه اللي عينها كبار هكذا. نحمروا كاع العجينه تاعنا، السطح تاع العجينه هكا، نوزعوها كاع على اطراف العجينة. هكذا حتى نكملوا هذيك الكمية تاع 250 اللي قلت لكم. هي فيها 500 غرام، وحنا ناخذوا النص تاع هذيك الزبدة الزبدة تاع التوريق. داتي ها هي ربينا كاع هذيك الزبدة تاعنا، من بعد نلويوها هكذا هكذا كما راكم تشوفوا هكذا هكذا، شغل كاتو غولي هكذا هكذا هكذا. هكذا ناخذ شويه الفرينة تاعنا بما يسمح ما تلصقناش في سطح العمل. ناخذ البولو تاعنا هكذا غير بالعقل، نبداو نحلوها. هاكا نحلوها غير بالعقل هكذا باه ما تغلبناش. Thank you.
ايضا حلوه غير بالعقل باه هذيك الزبده تاعنا اللي رابيناها هي ما تخرجناش. تاتي هذه عجينه سحريه خير من اللي كنا نستعملوها من قبل. هي وحده تنجم تعلمها في المنزل تاعها على كميه مليحه هكذا كما تشوفوا. كنحلوها مستطيل هكذا هكا غير بالعقل نسيسوها حتى نكملو نحلوها كامل. هكذا شوفوا شوف كيف حليناها. دوكا واش نديرو؟ ناخذو هكذا هادو نطبقوها على زوج اطراف هكذا هكذا كما راكم تشوفو خواتاتي. درنا هذه الطبقة الأولى هكذا من بعد نعاودو نردوها هكذا هكذا كما راكم تشوفو خواتاتي. ها هي هاي المرة الأولى هكذا من بعد نعاودو نحلوها بالعقل هكذا هكذا نعاودو نردوها مستطيل هكذا بهذه الطريقة. تبعوا الطريقه هذه خواتاتي كيما راني نوريلكم هكذا وان شاء الله راكم تنجحوا فيها ويجيكم تجيكم بات مليحه تاع الفيتاج العجينه المورقه. تستغنيو تشريوها برا تخدموها في داركم ان شاء الله رمضان ان شاء الله لا يدخلوا علينا بالصحه ان شاء الله. هكذا نعاود بالطريقه نحلوها هاكا خواتاتي مستطيلة هاكدا هاكدا غي بالعقل سيسوها برك إن شاء الله راكم تنجحو. تبعو غير الطريقة برك إن شاء الله بها ندير لكم أمورات قبل شهر رمضان إن شاء الله ندير لكم أمورات بها. شوفو خواتاتي حليناها المرة الثانية هاهي حليناها المرة الثانية. دوكا واش نعاودو نديروها؟ نعاودو نحكمو الطرف هذا هكذا. شوفو خواتاتي مليح تبعو الطريقة سويسو واش راني ندير وان شاء الله راكم تنجحو فيها. هكذا شوف جبنا هذه الاولى من بعد عاودنا حكمنا هذا الطرف الثاني هكذا. شوف غنعاود لكم هكذا هذه هكذا شوف مليح مليح في الوسط لان هذا في الوسط هكذا هكذا شوف بعد خدمنا هذه نديروها هكذا هكذا. شوف خواتاتي مليح مليح طريقة هكذا نسيهم هكا مليح مليح ومن بعد ناخذو هكذا هكذا شوف هكذا خواتاتي هاي الطريقة. هذه هي الطريقة السهلة هذه هي الطريقة السهلة للعجينة المورقة.
شوف خويتاتي، هذه هي العجينة السهلة، العجينة المرقة. دوك نقسم لكم، هذه هي أنا كملناها هكذا. شوف نقسم لكم وتشوفوا الفيتاج اللي نجحتنا نرسموها وريلكم. ها شوف خواتاتي، ها انا كملناها، هذه هي شوفوا، شوف شوفوا شحال من اللي يتبان لكم. ها خذوا خواتاتي، ها شوفوا هاي. دوكا خواتاتي واش نديرو؟ ناخذو ساشي هذا تاع الكونجيلاسيون، نديرو فيه هذه الوسمة العجينة تاعنا إن شاء الله، نديروها في هاد الساشية تاع الكونجيلاسيون هكذا، ونحطوهم في الكونجيلاتور ونستعملوهم إن شاء الله. هاي شوفوا خواتاتي، شوفوا جاتنا ما شاء الله، جل شهر رمضان وكامل، وإن شاء الله هذو اليومات راني نوري لكم شحال من الطريقة واش نديرو بها هذه لاباط فيتي، غيجي مملحة وتجي حاجة حلوة وكامل، وإن شاء الله تجربوها إن شاء الله وتنجحوا فيها خواتاتي. وما تنساش تفعلوا الجرس وديروا اللايك، وبقى على خير وبسلامة للملتقى إن شاء الله.